وعودة إلى اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الرابع، ينضم إلينا الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري من الجيزة من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. رامي نرحب بك، وضعنا في الأجواء لديك وأجندة الاجتماع. مرحبا بك يوسف وبكل متابعيك من مقر انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يجتمع اليوم مجلس أمناء الحوار الوطني في جلسته الرابعة لمناقشة عدد من الموضوعات، وأيضا لطرح عدد من النقاط المتعلقة بالمادة 18، وأيضا نتحدث عن مجموعة من اللجان التي سوف تشكل من خلال هذا الاجتماع، اللجان الفرعية المتعلقة بالأمور والمتطلبات، وأيضا القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأيضا يعني تأكيدا على مبدأ إعلام الجمهور وأن نزاهة والشفافية في مجالس الحوار الوطني. أيضا يتطرق الاجتماع اليوم لعدد من الموضوعات المتعلقة بالجوانب السياسية، وأيضا طرح عدد من التحديات الاقتصادية أمام كل الحضور، وتوضيح اختلاف الرؤى، وأيضا الوصول إلى أجندة موحدة، وأيضا تشكيل عدد من اللجان الفرعية الخاصة بالحوار الوطني. عودة إليك مرة أخرى. شكرا زميل رامي محمد، وفي انتظار ما تسفر عنه اجتماعات المجلس مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعها الرابع. شكرا جزيلا رامي محمد.